أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوان وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة
وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه بصير إن الله بعباده لخبير بصير صدق الله العظيم.